بننتقل لمحطة جديدة ست ماجي فرح، اللي هي الحكي بيناتنا من عام 1992 لعام 1999. بنشوف هالفيديو بنكفي. في الإسلام تصوير للجنة أو تحديد شو هي الجنة؟ الجنة طبعاً الحكي بيناتنا كان برنامج إذاعي إليك، ولما انتقلتي لمحطة الام تي في قدمتي بنفس العنوان وكان تاني برنامج سياسي لإلك، مزبوط؟ نعم. شو اللي اختلف بهالبرنامج بين الإذاعة والتلفزيون؟ بالتلفزيون كان في انتشار، طبعا بيكون في انتشار أكبر، في ناس كتار، فيك تعمل تجيب ريبورتاجات تعملون. أخذ كتير وقتها سكسي البرنامج لأن كان عدة مواضيع، بلش مش سياسي، بلش اجتماعي، لأن ما كان إلا المحطة حق تعمل سياسي، كان بعدها محطة صغيرة، بعدين كبرت المحطة وصلنا نعمل سياسي فيها وعملنا برامج سياسية المباشرة لأول مرة، برنامج سياسي مباشر على الهواء بيدخلوا فيه الناس وبيسألوا سؤالات، كان أول مرة بتصير بالعالم العربي أصلا، كان دائما البرامج مسجلة. كنت السباقة؟ كان يعني ايه البرنامج كان هو سباق، كان كتير اخذ سكسي وكانت العالم تنطر وتحضر، ويلي بيعرف يعني جيل يلي كان يحضر وبيعرف بيتذكر هالوقت. لليوم برايك ملف اللاجئين السوريين عم يرجع ينفتح؟ يعني عم نشوفه عم ينفتح في توقيت معين، توقيت معين لصالح مين؟ لا بيكون باطار شو عم بيصير بالمنطقه، المنطقه عم تتحول، عم بيصير في تقارب، وانا مثل ما بتعرف اللي حكينا عنه من سنه الماضي انه التقارب بده يبلش ويتغير الوضع بعد اذار وبعد ايار من هالسنه. صح. عندك انت اليوم وضع اللاجئين السوريين هو وضع انسانيا، هو وضع هو كثير مهم، اللاجئ السوري انسانيا مفروض كثير انه يهتموا فيه، هو انسان بالنتيجه، نحن ناس كنا لاجئين من اي مكان بالعالم، وإذا كان في خطر. بس المشكلة أنه اليوم بلغت القصة أكثر، يعني ما عاد هالخطر الكبير يلي عم بيستلزم أو عم بيبرر شو عم بيصير من ضرورة البقاء، وعم بيحكوا عن التوطين تقريبا، عم بيحكوا عن يعني جعل السوريين بيشتغلوا هون. لبنان بلد صغير وبلد في عدة طوائف، وضعه كتير خاص، وضعه بهالمجال هش، انت ما فيك تجي تفرض على لبنان وجود غير لبناني من اي طائفه كانت، فمشان هيك هالوضع استلزم اعاده النظر والشكوك والهواجس، خلق هواجس مشان هيك عم بينطرح. خلينا نحضر هالفيديو. انا بحب لبنان، بحب اللبناني، ما بحب السوري يشتغل لبناني او بلا شغل. ما بحب هيدا التاجر الفاجر اللي اسمع ما بحب هيدا التاجر الفاجر، تاجر الفاجر هيدا تعول البوزة، احلى ما اقول اسمه شي مره، حاطط لي سوريين بكل مراكز البوزة وكلنا قطعناه لانه اللبناني بده 5000 ليره زياده على الساعه اللي بياخذها السوري. ان شاء الله لا. كل حدا بيتعدى على لبناني ان شاء الله بتزلزل فيهم الدنيا، اما يجي الاخر يحتل ارضك وميتك وكهربتك وشغلك وفرص عملك والطريق والسيارات، كل 3-4 أسابيع بفوت على سوريا بيدفع $100 بمرسوم جمهوري هيدا من الرئيس بشار الاسد، بيدفع $100 وبيرجع يجي على صديقتك الاعلاميه نضال الاحمديه كانت ضيفتي بالموسم الفائت، شو رايك بتصريحها؟ بتوافقيها؟ شوف، في جزء من العالم هيك عم بيفكروا انه يعني بتطرف معين بهالمجال، انه والله عم بيصير هيك. برجع بقول لك انسانيا ما فيك تحكي في وضع انساني، ما بس لما بتجي الامم المتحده بتقول اذا كانوا موجودين هون بنعطيهم احنا مصاري بالدولار، عم بتقول لهم خليكم قعدوا هون. برجع بقول لك لبنان ما بيحمل لا مساحه جغرافيه ولا مساحه بشريه يصير في عدد أكبر أو عدد كبير عنده، يعني بيطرح علامة استفهام، من الذي يعني عم بيقرر هالشي؟ مين اللي عم بيقرره؟ وروح عند المسؤول اللي عم بيقرر هالشي. لما يتغير القرار هن مش رح يجوا غصب عنهم. أنت مع أم ضد ترحيل اللاجئين السوريين؟ مش مع الترحيل، أنا مع عودتهم. في كلمة بين ترحيل، في فرق بين ترحيل العبارة مهمة وبين عودتهم إلى أراضيهم، إلى يعني إلى مع عودتهم. دخلك الفلسطينيين رح يجنوا دا يرجعوا على وطنهم، يعني مش لازم يرجعوا على وطنهم، اذا قتلوا الفلسطينيين تعوا فيكم ترجعوا، قولوا ما بدنا شيء، مش رح يقولوا ما بدنا. والسوري كمان
لما بيكون في امان وفي يرجع وكله مثل ما ضابطين ضابطين يعني وضعه هون في يضبطوه بالخارج فين يساعدوه للاجئ ما صار في امان بسوريا ليش ما بيرجعوه بلا ما سوريا صار عليها مؤامره ما بنضحك على بعضنا ونجي نحكي شيء ما بعرف شو والاعلام يلي بده يكون سوريا عليها مؤامره كانت حتى يدرو كانت سوريا طلعه كثير عظيمه طلعه تجنن كانت ضربوه انا كنت شدت هالوضع ومن بعدها لبنان من بعدها وبعدها لبنان فالضربة ضربوها لسوريا ما كانت هينة يعني بدهم يضربوها واللاجئين من ضمن هذه المؤامرة واللعبة اليوم إذا اللاجئ بتقوله تعا أنا بدي رجعك وأنا بدي ساعدك بوطنك شو المشكلة؟ لازم يساعدوه بوطنه ليش بدهم يساعدوه بس بلبنان مش بيساعدوه بوطنه؟ ليه عم يقولوا له ما ترجع؟ دونك في خطة شو هي الخطة؟ هذا السؤال في خطة لكن هالخطة مش لمصلحته خطة مش لمصلحة السوري عندهم أراضي سورية أكثر من لبنان لبنان هالقد قدم سوريا محافظة صغيرة يعني ليش لبنان ومش هالأراضي الشاسعة والواسعة الموجودة بسوريا وطن بحاجة حاجة يشتغلوا حاجة يكونوا عندهم إذا هني هون عم بيتساعدوا ليش ما بيتساعدوا بوطنهم مين ليش ما بيساعدوهم إنه المساعدة بس بهون إذا بتروح لهونيك بطل بدي ساعدك إذن عندك يعني باختصار انت مع ام ضد تصريح الاعلامي نضال الاحمدي هي عم بتشوفها من وجهه مش وجهه اذا بدك عمليه انت مع ام ضد انا عم بشوف علي مش سؤال انت مع او ضد انت هون او هنيك انت هون ما فيك تكون مع ولا فيك تكون ضد انا مع انه في وضع ايه لازم يتعالج ضد انه بدي كسرهم شو مكانه بس بقول مش هن المسؤولين المسؤول يلي جابهم وحطهم أنا ما إلي على ناس يعني ما بقدر روح أنا حارب هالشخص إلا إذا كان عم يرتكب أعمال يعني مش منيحة إيه يعني بيتحاسب بس شخص حال قاعد ما عنده شيء جابوه قالوا له تعا اقعد هون عم بيعطوه مصاري شو ذنبه هيدا